أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب هذه المحاضرة الثانية من الفيزيكا الفارمسي، راح نكمل اللي بدينا به بالمحاضرة السابقة اللي هو الكولويدال ديسبيرشنز. أتمنى اطلعتوا على المحاضرة السابقة وشفتوها وما عندكم مشكلة فيها حتى تفتهم المحاضرة مالت اليوم. بالمحاضرة السابقة انتهينا عند الكاينتيك بروبرتيز اوف كولويدالز اللي هي الخواص الحركية للكولويدالز. اليوم راح نكمل، عندنا بعد خاصية واحدة نضيفها على الخواص اللي أخذناها ونكمل المحاضرة، نحكي على الإلكتريك بروبرتيز اللي هي الخواص الكهربائية إلها، وبعدين راح ناخذ بعض الأبليكيشنز اللي هي فارماسيوتيكال أبليكيشنز أو كولويدال ديسبيرشنز. الخاصية الأخيرة اللي هي السيجمنتيشن أو الترسيب. إذا نشوف هذه الصورة اللي قدامنا على المخطط على جهة اليسار اللي هو example of stable collider. من الكولايدر مالته يكون stable، يكون مستقر، راح جزيئات مالته البارتيكلز راح تكون منتشرة بشكل متجانس بالمحلول وراح تبقى عالقة بالمحلول، ما يصير بيها لا تجمع ولا ترسيب. هذا بالنسبة للستيبل كولايدر. الجهة الثانية اللي هي على جهة اليمين هنا عندنا راح example of unstable كولايدر، اللي هو هذا الكولايدر مالتي راح يكون غير مستقر نتيجة عدم الاستقرارية مالته، راح يصير بيه أما aggregation اللي هو تجمع، حكينا شلون يصير التجمع في المحاضرة السابقة، أو يصير بالحالة الثانية اللي هي السيجمنتيشن. السيجمنتيشن اللي هو البارتيكلز مال الكولايدر راح تترسب بالقعر مالت الوعاء اللي موجود هي بيه أو بالتيست تيوب فور اكزامبل. إذا عندي ستيبل كولايدر الجزيئات مالته تكون منتشرة بالمحلول، وعندي الانستيبل اما يصير بيها اجريجيشن او يصير بيها اللي هو السيجمنتيشن. بالنسبه للسيجمنتيشن، the velocity of segmentation سرعه الترسيب، سرعه السيجمنتيشن velocity هنا عندي السرعه، نرمز لها طبعا بالرمز نيو، هذا الرمز اللاتيني، الحرف اللاتيني نيو، نيو اللفظ مالته of spherical particles. إذا فرضنا البارتيكل مالتي راح تكون spherical اللي هو تكون كروية. Having a density، density مالتي مالتي البارتيكل اللي هي rho، هذا أيضا تلفظ rho density. In a medium of density rho naught، إذا عندي density مال particles اللي هو هذه البارتيكلز مالتي اللي هي باللون الاخضر، هذه الكولويدال بارتيكلز بيها دنسيتي خاصه بيها، واكو دنسيتي للميديوم للوسط اللي هي موجوده بيه الرو اللي هي دنسيتي اوف بارتيكلز، والرو نوت اللي هي دنسيتي مالت الميديوم مالت الوسط اللي هي موجوده بيه، وايضا عن ذا فيسكوسيتي. الفيسكوسيتي مالته هذه المحاضره السابقه قلت لكم ما اتذكر اللفظ مالتها او اسمها باللاتيني، هذه ايتا. الفيسكوسيتي ايتا، اللفظ ايتا. راح نعطيها از جيفن باي ستوكس لو. اذا عندي الفيلوسيتي مال سيجمنتيشن نيو اوف سفيريكال بارتيكلز، سفيريكال بارتيكلز بها دنسيتي رو، والميديوم ايضا الدنسيتي مالته رو نوت، وايضا بالفيسكوسيتي، الفيسكوسيتي المزوجه الايتا، لان كلهن راح نجمعهن بقانون اسمه ستوكس لو، قانون ستوك. النيون فيلوسيتي equal to r square multiply by rho minus rho naught كلها هنا multiply by g على 18 ايتا أو إيتا نوت اللي هي الفيسكوسيتي. بس قلنا إحنا عرفنا ذن الابريفيشنز، ذن المختصرات، هذه راح تكون عندي الفيلوسيتي
عندي الرو اللي هي density of particles، الرو نوت density مالت الميديم، والايتا راح تكون viscosity. بقى عندنا الجي اللي هو acceleration due to gravity، هذا التعجيل نتيجة الجاذبية. وعندي الار سكوير اللي هي radius of particles. ليش نحسب الراديوس او ليش الار اللي هي radius of particles؟ ليش؟ لان عندي البارتكلز مالتي راح تكون سفيريكال، فاكيد من عندي في شيء سفيريكال راح اثر الراديوس اخذ القطر مالته. اوكي، اذا افتهمنا هسه احنا اذا عندي ستيبل كولايدر، هذا الستيبل كولايدر مالتي راح يكون مستقر، الجزيئات البارتكل مالته منتشره بالمحلول ما فيها اي مشكله. عندي الانستيبل كولايدر البارتكلز راح يصير بها اجريجيشن او يصير بها سيدمنتيشن. بالنسبة للسيدمنتيشن نقدر نحسب من خلاله الراديوس مالت البارتكل. اوكي، اذا هذا القانون اللي هو قانون ستوكلو نستخدمه حتى نحسب البارتكل سايز. البارتكل سايز، this equation is used to determine particle size larger than 0.5 micrometer. اوكي، اذا من خلال هذا القانون اللي هو اقدر احسب البارتكل سايز مالته، وهذا تحديدا بشرط هذا القانون اذا البارتكل سايز اللي هي اكبر larger than 0.5 micrometer. اوكي، اذا هذا استخدم القانون حتى احسب البارتكل سايز مال كولايدر مالتي اذا اكبر من 0.5 micrometer. هذا القانون نحفظه احتمال تجي عليه سؤال او مساله. هذه كلها بالنسبه للكاينتيك بروبرتيز، خواص الحركيه مالتها، بالاضافه الى عندنا اخر خاصيه اللي هي سيدمنتيشن، واللي راح تكون لا عفوا نكمل هذا السلايد الثاني. اذا كاينتيك بروبرتيز، اوكي، سو سيدمنتيشن، زين احنا اذا عندي البارتكل سايز اللي هي سمولر ذان 0.5 مايكرومتر، اذا هذا القانون اللي هو ستوكس لو راح نستخدمه حتى نحسب البارتكل سايز لارجر ذان 0.5 مايكرومتر. إذا البارتكل سايز سمولر ذان 0.5 مايكرومتر، هذه الحالة is not obey ستوك لو، ما راح تتبع قانون ستوك، because Romney movement becomes significant and tend to offset gravity sedimentation. طبعا احنا اذا نرجع هذا السيدمنتيشن مالتي ايش راح يصير عندي؟ ترسيب بواسطة الجرافيتي بسبب الجاذبية الأرضية، راح يبدي جزيئات البارتيكل حجمها كبير أكثر من 0.5 مايكرومتر راح تترسب. أيوة، إذا نشوف إذا نباوع للقانون مالتنا بجي بالجرافيتي، إذا الترسيب نتيجة راح تكون نتيجة الجرافيتي. زين، إذا البارتيكل سايز هي أقل، الحجم مالتها أقل من 0.5 مايكرومتر، هنا عندي البراونين موفمنت او براونين موشن، الحركه براونين موشن هي حركه براونين، هذا غير مع المحاضره السابقه اللي تكون بشكل زجزاج، راح تكون سيجنفيكنت، راح تكون جدا مهمه هنا. ليش؟ لان جزيئات البارتيكل مالتنا مال كولايدر راح تكون صغيره، ولذلك الحركه راح تكون جدا مهمه، انه راح تتحرك الجزيئات بسرعه اكبر معاكسه للجرافيتي. يعني احنا بعدين الجزيئات صغيرة حركتها راح تكون سريعة، وبالتالي ما راح تترسب نتيجة الجرافيتي. اوكي، زين شلون نرسبها حتى نحسب السايز مالتها؟ therefore stronger force، يعني لازم نخلي قوة أكبر من الجرافيتي، احنا الجرافيتي لها قوة معينة، نتيجة هذا القوة راح تترسب البارتيكلز اللي يقول احنا حجمها أكثر من 0.5 مايكرومتر. اوكي، زين اذا الحجم صغير قلنا نتيجه الحركه راح تقاوم انه الجرافيتي ما راح تترسب، حتى ارسلها لازم اسلط قوه اقوى من الجرافيتي. اوكي، القوه اللي راح نسلطها اللي هي الترا سنترفيوجيشن، اللي هي قوه السنترفيوج او سنترفيوجيشن، الترا اللي هي شويه اقوى من او اعلى من السنترفيوجيشن. هذه القوة must be applied to generate the precipitation of collider particles in measurable manner.
إذا نباوع هذا الـ 3 تيست تيوبز اللي عندي، هذا المخطط مالتهم. رقم واحد عندي الـ particles مالتي موجودة على السطح. الرقم اثنين هذا بدأت تنتشر نتيجة الحركة، برامج الموشن بدأت تنتشر وين؟ بالميديوم، اوكي، بالدسبيرشن ميديوم هذه، بس ما راح توصل الى حاله الترسيب، تبقى بالمحلول. بالمحلول ليش؟ لان حجم الجزيئات صغيره والبراون موفمنت تكون جدا مهمه بهذه الحاله، ما راح تترسب. حتى ارسبها راح اسلط عليها بقوه اللي اسوي لها سنترفيوج، سنترفيوجيشن اللي هي قوه الدوران. اوكي؟ نتيجه هذه السترونجر فورس او الترا سنترفيوجيشن راح تبدي تترسب جزيئات البارتيكلز. اذا نشوف اوتوماتيك تيست تيوب بدات هنا عندي تترسب. اوكي، حتى احسب السايز مال البارتيكلز راح اسوي موديفيكيشن لستوكس لو، قانون ستوك راح احول بيه شويه، هو نفس القانون عندي. اذا نباوع القانون عندي هنا النيوت الفيلوسيتي تساوي الار سكوير multiply by rho minus rho naught، قلنا هذا rho density مالت البارتيكل، والrho naught اللي هي density مالت الميديوم، على 18 ايتا نوت هذه الفيسكوزيتي. هنا ايش بدلنا؟ بدلنا جي، رجع القانون اللي قبله، عندي هنا جي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي، هذه موجوده هنا، بدلناها بمن؟ بال دبليو سكوير اكس. ال دبليو سكوير اللي هي انجولار فيلوسيتي، اللي هي الحركة الدورانية. ليش؟ لأن احنا نعرف السنترفيوج شو يسوي؟ يحرك التيوبات مالتي بشكل دائري، نتيجة هذه الحركة راح تخرج الجزيئات من المركز تروح إلى نهاية التيوب. اوكي؟ نتيجة الحركة الدائرية أو الحركة الدورانية، ولذلك هذه الحركة اللي عندي هنا اللي هي أنجولار، حركة زاوية، فيلوسيتي، السرعة الزاوية أو الحركة الزاوية نتيجة الحركة الدورانيه مالت السنترفيوج. الاكس اللي هي المسافه بين مركز الدوران والبارتيكلز. اوكي، احنا البارتيكلز من تبدا راح تتحرك بشكل دائري، راح تبدي تبتعد من المركز. انت تخيل عندك المركز هذا التيست تيوب مالتنا، المركز مالته هنا قريب على مركز الدوران بدايه التيست تيوب، النهايه مالته راح نتيجة الحركة الدورانية راح تبدأ تبتعد من المكان هذا، من المركز تروح للنهاية مالت التستيوب. اوكي؟ فالاكس هي المسافة اللي تمثل بين مركز الدوران، راح نقول مركز الدوران نفرض انه في بداية التستيوب، والجزيئات مالتي راح تروح لنهاية التستيوب، فالاكس اللي هي المسافة بين المركز وبين النهاية مالته، أو المسافة بين البارتيكلز وبين مركز الدوران. اوكي؟ وبهذه الحالة راح نستخدم هذا القانون اللي هو الموديفايد ستوكس لو، قانون ستوك المحور، حتى نحسب البارتيكل سايز. اوكي، هسه صار عندي قانونين، القانون الاول بالنسبه للبارتيكل سايز اللي هي لارجر ذان 5 مايكرومتر، وعندي القانون الثاني اذا عندي الجزيئات مالتي ليس ذان سمولر ذان 5 مايكرومتر، راح استخدم هذا الموديفايد ستوكس ايكويجن او ستوكس لو. اوكي، هذا كل الموجود بالنسبه للكينيتيك انرجي، الكينيتيك بروبرتيز، خواص الحركيه. هذا اخر خاصيه اللي هي سيجمنتيشن، هاي تضاف الى بقيه الخواص اللي احنا شرحناها بالمحاضره السابقه. الخاصيه الاخيره او الخواص الاخيره بالنسبه للكولايدر ديسبيرشنز اللي هي الالكتريكال بروبرتيز، الخواص الكهربائيه. خلنا اتشيك انفال ليش الصوره ما واضحه؟ السكرين ما شوفينها انفال. السكرين واضحه مالت الباوربوينت، ما اعرف ليه انفال ما تظهر صوره للشرح. نعم دكتور تكرار، بس خاف من فتنة غش إذا يدخلون على أشخاص يكتبون. واضحة علي العفو، واضحة؟ نعم دكتور، نعم واضح. ما بس خاف ما من فتنة انفال.
ما اعرف المفروض كل الموجودين يشوفون يعني انا مسوي رساله الدكتور كل الطلاب ما يعرف انت الدكتور اعرف شيره من جد اذا تقدر حتى يظهر بالكود الدكتور ماشي 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 اوكي راح راح اوقف ستوب بريزنتينج وراح اسوي برزنتيشن من جديد ماشي تمام دكتور. اوكي واضحة اتمنى واضحة يا مجال فؤاد الامارات يعني كتبي لي الشات اذا واضحة او مو واضحة. اوكي سو بالنسبة للالكتريكال بروبرتيز الخواص الكهربائية احدى اول خاصية بالخواص اللي هي الكتريكال او الكتريك دبل لاير او عفوا دبل لاير الكتريك دبل لاير الكولويدال بارتيكلز الليكويد may become charged due to هذه الجزيئات احتمال تكون مشحونه السبب الشحنه مالتها عندنا سببين للشحنه السبب الاول هي absorption of ionic species present in the solution on the surface of colloidal particles انا عندي colloidal particles اللي هي بها surface بها السطح مالتها اكو بعض الايونات احتمال هذه الايونات موجوده بالمحلول طبعا الكولايدال بارتيكل مساحه السطحيه مالته عالي راح يصير ادزوربشن راح يصير امتزاز ادزوربشن اللي هو الامتزاز امتزاز هو هي عمليه فيزيائيه اوكي راح تيجي هذه الجزيئات مالتي او الايونات راح ترتبط بالسطح ترتبط بقوه فيزيائيه على السطح هذا معنى الادزوربشن ولذلك هذه الايونات من راح ترتبط بالسطح راح تعطي شحنه للبارتكلز راح تخلي البارتكلز مشحونه اذا صارت عندي ايونات موجبه تمتز على سطح البارتكلز راح يكون عندي الكولايدر مالتي مشحون بشحنه موجبه واذا الايونات سالبه موجوده على السطح اوكي راح تمتز على السطح مالت البارتكلز راح يشحن البارتكلز مالتي بشحنه موجبه هذا السبب الاول اذا السبب الاول هو absorption امتزاز of ionic species present in the solution on the surface على السطح of colloidal particles السبب الثاني ionization of groups such as COOH that may be located at the surface of particles احنا نعرف هي particles هي عباره عن جزيئات بها مجاميع كيميائيه او مجاميع فعاله مثلا واحدة من المجاميع اللي موجودة فرضا هي COOH هذه المجاميع اللي موجودة على السطح راح يصير بها ايونيزيشن راح تتأين نتيجة هذا التأين راح تعطي شحنة معينة لمن للسطح اما تعطيها شحنة موجبة او تعطيها شحنة سالبة بس عندي هذا COOH اذا يتأين يصير عندي CO minus plus H الموجب راح تعطيها شحنة راح تعتمد على الشحنة يا شحنة أكثر عندي مثلا ماينس أكثر راح تعطيها شحنة سالبة وإذا الموجب أكثر راح تعطيها شحنة موجبة وبما أنه عندي أيونيزيشن تأيون بهذه الحالة راح تعتمد على من على البي كي وتعتمد على من على البي اتش البي كي اللي هو ثابت التأيون وخذناه بالمحاضرات الكورس الأول أما البي كي أي اللي هو عندي إذا عندي أسيد أو البي كي بي اللي إذا عندي بيز وايضا الايونيزيشن تعتمد على البي اتش مالت المحلول وايضا اخذنا هذا بالمحاضرات مالت الكورس الاول. الموضوع المهم اللي يهمنا انه جزيئات البارتيكلز او البارتيكلز مال كولايدل راح تكون مشحونه. سبب الشحنه شنو؟ احد الاسباب اما ادزوربشن اوف ايونيك سبيشيز اما امتزاز ايونات على السطح مالت البارتيكلز او ايونيزيشن اوف الجروبز اللي موجوده على السطح راح يصير بها تأيون وراح تعطي شحنه للبارتيكلز اذا هسه البارتيكلز مالتي راح تكون مشحونه بما انه مشحونه اذا بها الكتريك بروبرتيز بها خواص كهربائيه من الخواص الكهربائيه اللي علاقه بالشحنات الموجبه والسالبه. As a result, dispersed soil particles usually are surrounded by double layer of electric charge. نتيجه هذا التأيون جزء البارتيكلز مالتي
راح تكون محاطة بالكتريك تشارج شحنات كهربائية تكون من طبقتين أو طبقتين من الشحنات الكهربائية. هسه راح نشوف هذا شلون تصير. The electric double layer consists of layer of ions bound firmly to the surface called stain layer, surrounded by opposite charge ions that form loose diffuse layer. إذن عندي double layers, electric double layer, double layers. بعد كنا تكون عندي طبقتين منين من الأيونات المحاطة بها. إذا نباوع هذا الفيجر مالتي هذا اللون الأخضر أو الأزرق الأخضر المزرق أعتقد اللي هو لوش هذا عندي البارتيكل مالتي هذا الكولايدر مالتي هذا راح تكون مشحونة. إحنا قلنا ما تكون مشحونة شحنة موجبة أو تكون شحنة مالتها سالبة. راح تتجمع حولها أيونات الشارج مالتها أوبزيت متعاكسة بالشحنة. بس عندي هنا موجبة معناها الكولايد البارتيكل مالتي فيها السطح مالته مشحون بشحنة سالبة. إذا عندي الكولايد البارتيكلز مشحونة بشحنة سالبة راح تتجمع حولها طبقة من الأيونات من الشحنات من الشحنات الموجبة. هذه الطبقة الأولى نسميها ستين لاير. ستين لاير هذه تكون bound firmly to the surface مرتبطة بقوة السطح. ليش؟ لأن عندك أيونات موجبة أيونات سالبة مرتبطة بقوة على سطح مالت البارتيكلز. راح نشوفها مرصوصة واحدة بصف واحدة ما بيناتين أي مجال. هذه الطبقة محاطة بطبقة ثانية يصير لوز أو نسميها احنا diffusion layer أو diffused layer طبقة نفاذة. إذا نشوف هذه الطبقة الثانية اللي هي متكونة طبعا من أيونات موجبة وسالبة بس الأيونات السالبة هي قريبة من الأيونات الموجبة وأكيد هذا حتى ما يصير بينات التنافر. لكن نشوف الأيونات ما مرصوصة بشكل مثل الطبقة الأولى أنها واحدة وبصف الثانية سارة وإنما أكو فراغات بيناتهم ولذلك هي أكو diffusion ونسميها diffused layer الطبقة الثانية. أوكي الطبقة الأخيرة اللي هي الإلكترون ناتشورال ريجن هذه الطبقة هي متكونة من أيونات موجبة وسالبة متساوية ولذلك الإلكترون نيوترال الإلكترون نيوترال ريجن طبقة متعادلة كهربائيا الأيونات السالبة مساوية للأيونات الموجبة. أوكي إذا عندي طبقتين اللي هي ستيل لاير وعندي ديفيوز لاير وعندي منطقة خارجية اللي هي التماس بالسلوشن مالتي راح تكون الكترون متعادلة راح تكون طبقة متعادلة. اوكي الكتريك دايبول لاير consists of layer of ions bound firmly to the surface called stain layer اللي قلناها الطبقة الأولى اللي هي stain layer surrounded by opposite charge ions that form loose diffuse layer. الطبقة الثانية راح تكون diffused هذا الطبقة الثانية مالتي. The surface separating the two layers is called shear or slipping crown. هذا الطبقة اللي هو surface هذا الخط اللي يفصل بين طبقة بين stain layer و diffused layer نسميها بالshear أو slipping crown هذا اللي هو يفصل بين الطبقتين. The region outside the double layer with equal distribution of ions and cations is called electron neutral region. الطبقة الأخيرة أو المنطقة الأخيرة هي خارج الطبقتين راح تكون الأيونات الموجبة والسالبة تكون distribution مالتها توزيع مالتها راح يكون متساوي وبالتالي راح تعطيني طبقة متعادلة اللي هي الالكترون neutral region. Okay. أتمنى هذا واضح الفيجر. إذا هذه اللي هي هذه اللي كتري نبوليه. أوكي عندنا طبقتين من الشحنات ووضحنا من طبقتين شلون يصير. أوكي بما أنه أنا عندي شحنات معناه عندي بوتنشال عندي جهد عندي نوعين من البوتنشالز عندي نيرنس عندي زتا بوتنشال نيرنس بوتنشال وعندي زتا بوتنشال. شنو الفرق بيناتهم؟
بالنسبة للنال نست potential is the programmed capital E is the difference in potential between the actual surface on the electron neutral region of a solution. إذا الفرق بين من بال potential الفرق بالجهد بين من بين ال actual surface بين ال surface ال surface مالت ال particles يعني هذه ويامن and the potential of electron neutral region بين الطبقة هذه اللي كنا عليها الالكترون neutral region الفرق بيناتهم هذا اللي نسميه Ernest potential. البوتنشال الثاني هو الزتا بوتنشال. اوكي الزتا بوتنشال هذا نرمز له بالرمز شي هذا او بالضبط شي اكس اي هذا الزتا العفو لا هذا مو ذاك يختلف هذا زتا هذا هو اسمه زتا بوتنشال الاكس اي يختلف مو هذا هذا زتا هذا هو ايضا يلف زتا هذا الرمز اللاتيني زتا هو زتا بوتنشال والرمز مالته زتا زتا بوتنشال is the difference in the potential between the surface of the stain layer الفرق راح يصير عندك هنا السيرفيس وين مالت stain layer on the electron neutral region of solution اذا nearness potential بين السطح مالت البارتيكل والالكترون يوتشر ريجن الفرق بيناتهم البوتنشال اما زتا بوتنشال لا الفرق بين السيرفس مال ستير لاير هذه والالكترون يوتشر ريجن لذلك راح يختلف اوكي راح يصير عندي نيرنس بوتنشال وزتا بوتنشال راح نشوف الفرق بيناتهم The zeta potential is measured to the monitor and predict the stability of dispersion systems. The فائدة من zeta potential إنه نقدر نحسب نقدر نحسب ونقدر نسيطر على يمن نقدر نسيطر ونقدر نتوقع the stability مالت dispersion system. شوف ستيبل أو مو ستيبل من خلال zeta potential. Okay, أتمنى واضح من ال two potentials and potential zeta potential. الخاصية الثانية بالنسبة للإلكتريك بروبرتيز اللي هي الإلكتروكاينتيك فينومينا الإلكتروكاينتيك من اسمها اكو كاينتيك حركة حركية نتيجة الإلكترو أو نتيجة الإلكتريسيتي نتيجة الكهرباء إذا الحركية الكهربائية فينومينا مفهوم الإلكتروكاينتيك واحدة من عندهن اللي هي الإلكتروفوريسيس الإلكتروفوريسيس شنو هي؟ The existence of the electric charge can be shown by the process of electrophoresis, which is also known as cathephoresis. It involves the movement of colloidal particles toward one or other electrode when placed under the influence of electric field. Okay, then عندي بما أنه هان قلنا عندي colloidal particles هي تكون مشحونة والشحنة مالتها ما تكون موجبة أو سالبة حسب الابزوربشن امتزاز الايونات على السطح أو نتيجة الايونيزيشن مالت بعض المجاميع الموجودة على السطح. حركة الكولايدال بارتيكلز باتجاه واحد من الأقطاب راح نسميها بالالكتروفوريسيس راح نخليها بين قطبين وكيل إذا تكون مشحونة شحنة موجبة راح تتحرك باتجاه القطب السالب وإذا مشحونة شحنة موجبة راح تتحرك باتجاه القطب الموجب. هذه الحركة نسميها الالكتروفوريسيس أو نسميها الكاتافوريسيس. Okay, the movement of colloidal particles under the influence of electric field تحت تأثير مجال كهربائي is called electrophoresis or cataphoresis. Okay, هذا يجي أما يجي مفهوم أو يجي في التعريف معين.
إذا هذه البارتيكلز قاعد تتحرك باتجاه أحد الأقطاب، أما القطب الموجب أو القطب السالب اللي نسلط عليها الكتريك فيلد في مجال كهربائي. عندي خاصية ثانية اللي هي بالإلكتروكاينتيك اللي هي الإلكتروأوزموزيس. الإلكتروأوزموزيس هذه شنو المفهوم؟ Is the phenomenon in which special media is allowed to move under the influence of electric field, whereas colloidal particles are not allowed to move. مثلاً إذا نشوف بالفيتروفوريسيس قاعد يصير قاعد البارتيكلز هي اللي يصير فيها موفمنت، والميديوم الوسط اللي هي فيه باقي مكانه. أوكي، تتخيل عندك فد محلول معين ببارتيكلز، هذه البارتيكلز أخليها تحت external electric field راح تبدي تتغير، اما positive or negative الكترات. الالكتروزموزيس اللي هي بالعكس تكون، عندك الكولايدر بارتيكلز راح تكون ما تتحرك، واللي راح يتحرك عندنا راح يتحرك عندنا الديسبيرشن ميديا، الوسط مالته هي راح تتحرك. اوكي، فينومينال ان ويتش dispersion media is allowed to move under the influence of electric field, whereas colliding particles are not allowed to move. Okay, هذه الإلكتروأوزموزيس. طبعاً هنا اللي يسمينها أوزموزيس ليش؟ لأن جاي من نقول أوزموزيك بريشر. إذا تذكرون أوزموزيك بريشر الموضوع بالعكس قاعد يصير، إنه أنا أخلي ضغط معين حتى نخلي بدل ما الجزيئات هي اللي تعبر من مثلا ورقه الترشيح او السيمي بيرمبل ممبرين، راح السولفنت راح هو اللي يتحرك. هنا العمليه هنا المفروض انه البارتيكلز هي راح تصير بها موفمنت، لكن نلاحظه بالتجربه شافوا لا، هو الميديوم قاعد يتحرك والبارتيكلز راح تصير ثابته، اذا سميناها بالالكترو اوزموزيس. السيدمنتيشن بوتنشال هذا شنو؟ occurs when dispersed particle moved under influence of either gravity or centrifugation in a medium. The sedimentation potential also called Donnan effect. It is potential induced by the fall of charged particle under an external force field. Okay, sedimentation potential العملية اللي قاعد يتحرك بها اللي هي الجرافيتي، احنا قلنا اما الجرافيتي وهذه استخدمناها، اما بالجرافيتي قاعد تتحرك ويصير بها سيمنتيشن او نتيجه السنترفيوج او عمليه السنترفيوجيشن راح تتحرك البارتيكلز. طبعا اي شحنه تتحرك هي بها بوتنشال. اوكي، احنا قلنا السيمنتيشن راح تترسب بالقعر، هذه الحركه مالتها راح تولد بوتنشال، هذا البوتنشال نسميه سيمنتيشن بوتنشال او نسميه بالدونان effect. اوكي، الفرق بينها وبين البقيه نتيجه اكسترنال الكتريك فيلد، واحد من عندهم اللي هو الالكتروفوريسيس البارتيكلز راح لما اخلي اكسترنال الكتريك فيلد راح تبدا تتحرك باتجاه بدل الاقطاب. عندي الالكتروزموزيس ايضا للحركه نتيجه الاكسترنال الكتريك فيلد راح تتحرك الميديم، بينما السنتيشن بوتنشال لا، النتيجه مو للكتريك فيلد وانما نتيجه الجرافيتي او نتيجه السنترفوجيشن. اذا الاكسترنال فورس فيلد راح تكون مختلفه، ليش الكتريك فيلد هذه راح تكون اما جرافيتي او راح تكون عندي سنترفوجيشن، هذا الفرق بين الثلاثه. اوكي، هذه كل الخواص بالنسبه للكولايدال ديسبيرشنز. حكينا على الاوبتيكال، حكينا على الكاينتيك بروبرتيز، وهسه اليوم اخذنا الكتريك بروبرتيز. الموضوع حتى نختم هذا الموضوع راح نشوف الابلكيشن مالته، البيولوجيكال اند فارماسيوتيكال ابلكيشن اوف كولويدز. Many biological structures are colloidal in nature such as blood. طبعا البلود هذا اخذناه بالمحاضره الاولى وكان هو الموتيفيشن مالتنا حتى ندرس هذا الموضوع، وحكينا قلنا البلود هو كان يكون كومبلكس. ليش؟ لان في ثلاث انواع من الكولايدر الموجوده اللي هي الترو سوليوشن وكولايدر وكورس ديسبيرشن. اوكي، وهذا شرحناه، لا ترجع للمحاضره الاولى شارحين احنا بالتفصيل.
هذه اللي هي هذه بايولوجيكال ستراكشرز، واحده من هذين اللي هو البلوت موجود بالنيتشر، موجود بالطبيعه، موجود باجسامنا. هذه واحده من انواع الكولايدل. البون العظام ايضا هي نوع من انواع الكولايدل. الديسبيرشنز مالت الكالسيوم فوسفيت والكولاجين. اذا الديسبيرس فيس اللي هو الكالسيوم فوسفيت، والديسبيرشن ميديم اللي هو راح يكون عندي الكولاجين. There are also many micromolecules dispersion in the body. من الجزيئات المايكرو، الجزيئات العملاقة اللي هي موجودة بالجسم، including enzymes, enzymes and other proteins. Enzymes والبروتينات أيضا هي عبارة عن كولايدل موجودة بالبوديز. There are many colloidal drug delivery system اللي هي drug delivery راح تكون ناقلة للدراج. اوكي، أنظمة ناقلة للدراج including nanoparticles، جزيئات النانوية، المايكرو سفيرز والليبوسومز. هذه كلها تشتغل دراج ديليفري، تاخذ الدراج من يدخل الجسم توصله للمكان للسيل او التشيو اللي احنا نحتاج نعالجه. اوكي، هذا اللي تشتغل دراج ديليفري اللي هي nanoparticles، microspheres and liposomes، لأن عبارة عن colloidals. إذا تروح تجيبها وشوف المحلول مالتين راح تشوف تنطبق عليها كل خواص colloidals. They may be used for purpose of drug targeting. طبعاً عندنا إحنا drug delivery اللي هو ينقل لدرج مالتي، وعندي drug targeting اللي هو الهدف لدرج لوين يريد يروح، أيضاً لأن يشتغلن في هذا المجال. Control release، احنا طبعا الريليز لازم ايضا يكون مسيطر عليه، يعني جد انا اريد اسوي ريليز، جد يعطي للسيل او التشيو جد يضيف دراج. ايضا نقدر نستخدم عندنا حتى نسوي كنترول سيطره للريليز مالت الدراج، and protection of drug substances. العمل الثالث اللي تقوم به هي protection، تحميها. اوكي، احنا نعرف من ناخذ الدراج مالتنا راح يمر بمكانات مختلفة، وبعدين حتى يوصل للتارجت مالته، يوصل للهدف مالته، راح يمر بظروف مختلفة نقول، ولذلك هذه راح تحيط الدراج مالتنا، يسوي له بروتكشن، يسوي له حماية لحد ما يوصل للهدف مالته، للتارجت مالته، وهناك راح يصير عنده ريليز. كولايدل أو كولايد دراج ديليفري سيستم أريوس توبيكلي أورالي بارنتيرلي and by inhalation. هذه اللي عطاء مالته الادمستريشن مالته راح يختلف، اما topically orally او parenterally and by inhalation. اوكي، مختلف الطرق حتى ندخله للجسم هذا الادمستريشن مالته. الاكزامبلز، بعض الامثله اللي هي colloidal silver iodide، silver chloride and silver protein are effective germicides on not case irritation of ionic sulfur sulfur salt. يعني شنو معناها هذا؟ إذا أجي آخذ ionic sulfur salt، ملح السلفر الأيوني هذا، من أجي أستخدمه على شكل germicides أو germicide أو germicides، راح يسوي irritation، يسوي تهيج. بس إذا سويته على شكل collider، مثلا كولايدل اوف سيلفر ايودايد، سيلفر كلورايد اند سيلفر بروتين، كلهم بهم سيلفر، ما راح يسوي اي مشكله به اذا استخدمته على شكل كولايدل. الفورم مالته جدا مهم، بينما اذا استخدمته على شكل سولز، على شكل املاح، راح يصير عندي اوريتيشن، راح يصير تهيج. اوكي، اذا الكولايدل راح تغير الخاصيه مالته، تضيف صفات معينه للمركب الكيميائي مالته. الكولايدل كوبر، الكبر يوز ان كانسر، علاج الكانسر. كولايدل جولد العفو، such as عفو يوز از دايجنوستيك ايجنت. كولايدل ميركوري يوز ان سيفلز. اسوسيشن كولايدل ار يوز تو انكريز سوليبيليتي سيبيليتي اوف سيرتن كومباوند اكويوس and only pharmaceutical preparation. هذا الاسوسيشن كولايد راح يزيد solubility و stability،
يعني تمرات أنا أن فدراج معين موجود بشكل معين، إذا سويناه بشكل كولايدر راح تتغير مالته، السوليبلتي مالته، الستيبلتي مالته راح تتغير هذا الخواص مالته. Efficiency of certain substances increase when loose and colloidal form. الإفشنسي الكفاءة مالته، يعني تلاحظ أنت أنا حتى الكفاءة مالته راح تتغير. بعض المركبات إذا حضرناها بشكل كولايدر، يعني حضرناها بحالة طبيعية تعطيها إفشنسي معينة، كفاءة معينة، لكن إذا حضرناها بشكل كولايدر فورم الإفشنسي مالته الكفاءة مالته تتغير. ليش؟ due to large surface area. surface area المساحة السطحية مالت الكولايدر جدا عالية، ولذلك الإفشنسي مالته راح تتغير، راح تزداد بهذه الحالة. يجي مثلا efficiency of colon and absorption toxins from GIT from GIT. okay. هذا الكولن إذا استخدمناه أو حضرناه على شكل كولايدر المساحة السطحية مالته راح تكون عالية جدا، تخيلها المساحة السطحية مالته راح يصير absorption امتصاص للتوكسينز اللي هي للسموم أكثر. ليش؟ لأن أنا أحتاج إلى مساحة سطحية عالية. اوكي، يعني انت تخيل عندك، نفرض انك عندك مساحه سطحيه 1 متر، عندك مساحه سطحيه 2 متر مترين، فاكيد المساحه السطحيه مالت المتر راح تمتص اكثر مواد على السطح مالتها. بهذه الحاله الكولين المساحه السطحيه مالتها راح تصير عاليه. ليش؟ لان موجود على شكل كولايدر، وبالتالي راح يقدر يمتص اكبر قدر ممكن من التوكسينز من السموم بي ام ان بي بالجي اي تي بالجهاز الهضمي. Efficiency of ايضا efficiency of aluminium hydroxide as antacid. Efficiency مال الكفاءة مال aluminium hydroxide هذا يستخدم على شكل antacid راح يزيد كفاءته اذا حضرناه بشكل كولايدر. Iron dextrin complex form non ionic hydrophilic salts used for treatment of anemia. ايضا هذا واحد من علاجات الانيميا اللي هو ايرون ديكسترين كومبلكس. اوكي، هذه بالنسبه للبيولوجيكال اند فارماسيوتيكال ابلكيشن للكولايدر مالتي. يعني هذا كل اللي عندي بهذه المحاضره. انا هسه استقبل اسئلتكم، اذا عندكم سؤال او استفسار.